يوم الخميس الموافق 17/6/1976، وعلى الراغبين في الاشتراك في هذه الرحلات الحجز غدا الأربعاء الموافق 16/6/1976 من متحف الكويت الكائن في شارع الخليج العربي. كما شاهدتم أيها الإخوة، من ساعة استاد نادي الكويت الرياضي بأنه ستبدأ الآن عرض لوحات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. بينما تشاهدون الآن الضيوف وكبار المسؤولين في الدولة على المنصة الرئيسية، حيث يكونون بانتظار الفقرة التالية، وهي عبارة عن عرض لوحات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أيها الإخوة المواطنون، برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في افتتاح برنامج الترويح السياحي لوحات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كثيرة ومتنوعة، وهي تقدم الكثير في جميع المناسبات.
الشؤون الاجتماعية والعمل. جدير بالذكر فإنه توجد في الكويت عدد 8 حدائق الأطفال موزعة في منطقة كيفان والشامية والخالدية والقادسية والدسمة والفلحاء والشعب، وتقوم هذه الحدائق بتوفير الخدمات الترويحية والثقافية لأطفالنا الأعزاء خلال طوال السنة، حيث تكون دوام هذه الحدائق خلال الشتاء فترة واحدة، أما فترة الصيف يكون الدوام على فترتين صباحية ومسائية، ويشرف على هذه الحدائق مشرفات متخصصات.